السلام عليكم متابعي قناة اتش دي فيلم الكرام. العصر الجليدي هو فترة في تاريخ الأرض غطت فيها طبقات التلج أقاليم كبيرة من الأرض، ويعتقد بوجود العديد من العصور الجليدية الرئيسية التي دام كل منها عدة ملايين من السنين. وقد بدأ التراجع الجليدي الأخير منذ أقل من 20,000 سنة، وبيبدأ فيلمنا النهاردة في أواخر العصر الجليدي قبل 20,000 سنة تقريبا. كان الإنسان كل اعتماده على الحيوان في مصدر غذائه بشكل أساسي، وكانت القبائل بتصطاد الجاموس والخنازير ومعظم الحيوانات اللي بتتغذى على العشب. وفي قبيلة زعيمها اسمه تاو، بعد ما ابنه كايدا كبر وبقى شاب وهيطلع معاهم في رحلته الأولى لصيد الجاموس، وأثناء ما كان تاو بيختبروا في صناعة الرمح هو وأبناء قبيلته اللي المفروض إنهم جنود مبتدئين، كلهم صنعوا أسلحة للرمح عادية جدا ومعظمهم فشل فيها إلا كايدا اللي صنع رمح حاد جدا. حتى تاو لما كان بيختبر حدة السلاح اتصاب بمجرد ما حط صباعه عليه، وبيتمنى إن ابنه يكون زعيم وقائد من بعده للقبيلة وإنه يكون قوي وشجاع علشان يقدر يحكم القبيلة. فبيقلع تاو السلسلة اللي لابسها وبيديها الكايدة. تقضي القبيلة ساعات الليل في العبادة والصلاة علشان يرجعوا بسلام من رحلة صيد الجاموس. وكانت شامان مامة كايدة بتتكلم مع بابا بخصوص ابنها وانه لسه مازال صغير على انه يروح معاهم رحلة الصيد ولسه محتاج تدريب كتير. فبيطمنها تاو وبيقول لها ان كايدة اثبت جدارته للقبيلة وان القبيلة بتصطاد موسم واحد بس في السنة، ولو ما راحوش القبيلة هتموت من الجوع. فقالت له انها خايفة عليه من موت لانه لسه صغير، وبتطلب منه يحافظ عليه ويرجع بيه سليم للقبيله. وبتطلع الشمس وبيبدا يوم جديد، والجنود بيودعوا نساء القبيله، وزعيم القبيله بيودع زوجته، وبيجي كايدا يطمن مامته وبيوعدها انه هيرجع لها بسلام، وبيبداوا يسلكوا طريقهم في رحله صيد الجاموس. وفي اثناء رحلتهم بيجي عليهم الليل فبيخيموا وبيبداوا يولعوا النار علشان البرد الشديد. وتاني يوم بينضم ليهم جنود من قبيله مجاوره هتساعدهم في الرحله وهيشاركوهم في الغنائم. وبيقرب زعيم القبيله وبيسلم على كايدا ابن الزعيم، وبيقول لتاو انه لازم يكون فخور لان ابنه جندي قوي. وبيبداوا يكملوا رحلتهم، وكان المرشد بتاعهم في الرحله هي العلامات المميزه اللي حطوها اجدادهم في الماضي لتحديد طريق التل اللي هيصطادوا من عليه الجاموس علشان يسهلوا الطريق على ابناء قبيلتهم في المستقبل. وبتبدا الشمس تختفي، وكانوا بيصطادوا خنزير بري. وبعد اصابته بالرمح بيؤمر زعيم القبيله ابنه انه يذبح الخنزير، لكنه مش بيقدر يقتله بسبب قلبه الطيب. فبيسحب تاو السلاح من ايد كايدا وبيذبح هو الخنزير، وبخيبه امل بيقول له ان الحياه للاقوى، وبيخيموا علشان يقعدوا يرتاحوا ويتدفوا من برد الليل القارص، لكن بيحسوا ان في اصوات حيوانات حواليهم، فبيتاهبوا لاي هجوم يحصل عليهم، وفجاه بيهجم حيوان غامض على واحد منهم وبيخطفه وبيجري، وما بيلحقوش حتى يشوفوه، لكن بيسمعوا صوت الجندي واستغاثته، لكنهم ما بيقدروش يحددوا مكانه لان الظلام ملى المكان، وبعد شويه بيتاكدوا ان الحيوان مشي وبيعملوا طقوس دفن الموتى اللي علموها من اجدادهم، وهي انهم بيحطوا مجموعه حجاره فوق بعضها في المكان اللي مات فيه الجندي وبيمشوا. وبيكملوا رحلتهم لحد ما بيوصلوا الكهف بيقعدوا فيه طول الليل علشان يرتاحوا ويرتبوا اسلحتهم، وبيرسموا على ايديهم الاتجاهات علشان يحددوا من خلال النجوم طريقهم، وبيظهر على مسافه بعيده منهم قطيع ذئاب، وبيقعد تاو مع كايدا يعرفوا على حياه قطيع الذئاب، وان قائد القطيع لازم يحمي ابناء قبيلته، وان مفيش حد بيتولد قائد لكن بيكتسب مكانته من خلال شجاعته ورزن. وبعد ما بتطلع الشمس بيكملوا رحلتهم وبيلاقوا فضلات الجاموس على الارض، فبيعرفوا انهم قربوا من قطيع الجاموس، وبيبداوا يجهزوا ويحضروا اسلحتهم علشان يهجموا على قطيع الجاموس، وبيزحفوا على الارض علشان الجاموس ما يحسش بيهم، وبيهجموا كلهم في وقت واحد على القطيع وبيحصروهم في نهايه التل. الجاموس بدا يجري في اتجاهه، لكنهم رموا الرماح في صف واحد في نص الطريق بينهم وبين الجاموس، وبنلاقي ان القطيع بيغير اتجاهه وبيرجع لنهايه التل محاولة منه للهروب، لكن جاموس منهم قرر يجري في اتجاه كايدا، ولأنه قليل الخبرة اتوتر ومقدرش يدافع عن نفسه، فبيصدمه الجاموس صدمة قوية. تاو كان بعيد عن كايدا وملحقش ينقذه، فبيجري أبناء القبيلة علشان ينقذوا كايدا، لكنه بيقع في النهاية من ارتفاع كبير وبيفقد الوعي، فبينزل أبناء القبيلة يجمعوا الغنايم إلا تاو، فضل قاعد بالقرب من ابنه اللي فقد الوعي على جزء صغير من التل ومش قادر يعمل له حاجة، ومن المستحيل إنه يعرف يوصل له. وتاني يوم بيتأكدوا ان كايدا مات، فبيعملوا طقوس دفنهم للجثث في مكان موته، وتاو اللي بيفضل يبكي على ابنه لكنه بيسلم للامر الواقع، وبيقرر يرجع لقبيلته علشان ما يموتوش من الجوع. وبعد ما بيمشوا واثناء غروب الشمس
الشمس بيجي نسر يقف على جثة كايدا ظنا منه انه ميت وبيبدا يعض في كايدا، لكن بيصحى فجاه وبيضرب النسر فبيقع وبيفضل ينده على باباه لكن محدش بيسمعه، وكانت رجليه مصابه اصابه شديده وما كانش بيقدر يحركها، فبيبدا كايدا انه يتسلق التل لكن بتحصل امطار غزيره وساعتها ما بيقدرش كايدا يتسلق فبيقع في تجمع لمياه المطر. وبيفوق كايدا تاني يوم وبيفكر هيعمل ايه في رجليه المكسوره، فبيحطها بين حجرين وبيستحمل الالم علشان يرجعها لوضعها الطبيعي مره تانيه، وبيربط عليها خشبه صغيره وبيقوم ينادي على باباه. ولما شاف الحجاره اللي سابها ابناء قبيلته بيتاكد انهم افتكروا انه مات وسابوه ومشيوا، فبيضرب الحجاره برجله في لحظه غضب لكنه سمع اصوات الذئاب على مسافه مش بعيده عنه، فقام يجري علشان يستخبى منهم وبيقضي الليل على شجره ميته. ولما طلع النهار كايدا بدا يحتفظ بميه من المطر قبل ما الارض تشربه، وبيضطر انه ياكل الدود اللي في الارض علشان ما يموتش، لكن بيلاقي قطيع من الذئاب بيهجموا عليه فجري علشان يطلع على الشجره، لكن ذئب منهم بيعض رجليه فبيضطر كايدا انه يضربه بسلاحه وبيصيبه، وبيقضي طول اليوم والذئاب حواليه بتحاول توصل له. وتاني يوم بيمشي قطيع الذئاب بعد ما بيفقدوا الامل في انهم يوصلوا لكايدا، ومش بيفضل منهم غير الذئب اللي اتصاب، فبينزل كايدا من على الشجره علشان يقتل الذئب لكنه ما قدرش لما سمع انين الذئب وصعب عليه، فقرر يسيبه عايش ويعالجه كمان، لكن الذئب كان خايف من كايدا فبيطلع حبل وبيربطه حوالين فكه علشان ما يأذيهوش، وبياخده وبيروح يقعد في كهف علشان يبعد عن الضباع اللي بدأ يسمع صوتهم حواليه، وبيحاول كايدا يولع النار لكنه بيفشل بسبب قلة خبرته، وبيروح يجيب نباتات علشان يطحنها ويدهن رجله المصابة بيها علشان يخفف شعوره بالألم، فبيلاحظ كايدا إن الذئب فك الحبل اللي حوالين فكه وبيتابعه، فراح يحط له مية يشربها، لكن الذئب بيكون شرس معاه جدا، فبيكلمه كايدا وبيقول له إنه مش هيأذيه وهيسيبه عايش، وكان فاكر إن الذئب هيفهمه، وبيحط له المية وبيبعد عنه فبيشرب الذئب المية، وبيروح كايدا يجيب له شوية دود من الأرض وبيحطها قدامه، فبياكلها الذئب، وبيقعد كايدا يتجول في المنطقة لحد ما بيلاقي بالصدفة أرنب على وشك الموت وبياكل العشب اللي في الأرض، فبيقرر إنه يصطاده، وبيرجع على الكهف وبيحاول مرة تانية إنه يولع نار، وبعد محاولات بينجح وبيشوي الأرنب وبياكل منه هو والذئب. وبيبدأ الذئب يستعيد صحته مرة تانية ويتحسن، وبتنشأ بينه وبين كايدا صداقة، وده اللي بيخلي الذئب يبدأ يطمن، وبيقعد كايدا جنب الذئب طول الليل يحدد اتجاهه عن طريق النقط اللي رسمها له والده على ايده لحد ما طلعت الشمس، وبيجهز كايدا نفسه علشان يطلع يصطاد، فبيلاقي الذئب جاي وراه وبيتبعه في رحلة الصيد، وبيلاقوا في طريقهم خنازير بتاكل عشب، فبيجري وراهم الذئب لكن كايدا مش بيقدر يصطادهم لأن عمره ما اصطاد خنزير قبل كده، وبيكملوا طريقهم لحد البحيرة ولعوا نار علشان يرتاحوا. وتاني يوم بيصطاد كايدا والذئب أرنب وبيقعدوا ياكلوه، وبالليل نام الذئب جنب كايدا لأول مرة ومش بيخاف منه، وبيصحوا تاني يوم بسبب ريحة الذئب الكريهة، فبياخدوا كايدا وبينزلوا البحيرة وبيكونوا اتعودوا على بعض وبيفضلوا يلعبوا مع بعض طول النهار في البحيرة، وبيصطاد الذئب سمكة كبيرة فبيمسكها كايدا وبيقرر يروحوا المكان يرتاحوا فيه وياكلوا السمكة اللي اصطادوها، وساعتها بيقرر يسمي الذئب ألفا، وهنا بيبدأ التلج يتساقط وكل حاجة بتتجمد حتى الجبال. وأثناء ما كان ألفا بيجري ورا خنزير بري قدر كايدا إنه يصطاد الخنزير ويصيبه بالرمح لأول مرة، وبيجي الليل وبيقعد كايدا وألفا جنب النار في البرد القارس علشان ياكلوا ويرتاحوا، فبيسمع كايدا صوت ذئب جاي فبيقوم يمسك الرمح بتاعه وبيتأهب للدفاع عن نفسه، لكن بيتدخل ألفا وبيقرب من الذئب الغريب فبيتراجع عن هجومه، وبيرجع ألفا معاه للقطيع وبيسيب كايدا لوحده، وبيعرف كايدا إن ألفا رايح للقطيع بتاعه وكأنه فهم تعبيراته، وبيواصل كايدا رحلته في العثور على أي علامة تدله على طريق الرجوع لقبيلته، لكن الأمر بيكون صعب عليه لأن كل حاجة اتغطت بالتلج، وبنفس الوقت بيكون تاو رجع على القبيلة وما كانش عارف يبلغ مامته ازاي بالخبر، لكنها بتفهم لما بدأ في البكاء، فبتنهار الأم وبتحس بالحزن الشديد على ابنها اللي كانت حاسة إنها هتفقده فعلا. وبيعدي يومين وما زال كايدا في رحلة رجوعه، وهو ماشي في التلج القارس بيشوف قطيع ذئاب بيتغذوا على فريسة، وأخد باله إن ألفا وسطهم، فبيجري وهو فرحان إنه لقى ألفا، لكن الجليد بينكسر وبيقع كايدا في المية وبينزل تحت الجليد، وبيقع منه سلاحه في المية لكنه غطس وجابه تاني، وقدر يخترق الجليد ويطلع للسطح، وهنا بيتفاجئ بألفا بيشده علشان يخرجه بره المية، وبعد ما طلع قعد ينشف هدومه جنب النار وكان ألفا معاه، وبيرجع يكمل طريقه وبيشوف آثار خطوات إنسان في كوخ صغير جنب منه، فبيجري كايدا عليه علشان يطلب منه المساعدة ويعرف منه طريق الرجوع لقبيلته، لكنه بيلاقيه متجمد بسبب البرد الشديد، فبيدخل كايدا للكوخ علشان يشوف حاجة ياكلها لكنه ما بيلاقيش حاجة، فبيتعصب
وبيقرر يقعد شوية ويرتاح، وبيقوم يكمل رحلته بعد ما أخذ القوس بتاع الراجل علشان يحمي بيه نفسه وبيمشي. وبعد شوية بيسمع أصوات ضباع حواليه، فبيقف علشان يشوف أصواتهم جاية منين، فبيلاقي عدد كبير منهم بيجري في اتجاهه، فبيجري كايدة وألفة يستخبوا في كهف متجمد وبيقدروا يهربوا من الضباع، لكن بيظهر نمر أسود عملاق وبيهجم عليهم، فبيعرض ألفة حياته للخطر وينقذ كايدة من النمر لحد ما ضرب كايدة النمر بالسهم وقتله، وكان بيحس بالخوف على ألفة لكنه اطمن لما لقاه لسه عايش، لكنه كان مصاب إصابات شديدة. ويكملوا اليوم في الكهف علشان ألفة يرتاح من المعركة الشرسة مع النمر، وبيطبطب عليه وبيوعده إنه عمره ما هيتخلى عنه بعد ما أنقذ حياته. وتاني يوم بيكمل كايدة رحلته مع ألفة، وبيوصل عند علامة من العلامات اللي شافها قبل كده مع قبيلته، وبيفتكر لما والده قال له إن دي علامات بيحددوا منها الطريق، وساعتها بيعرف إن هو قريب من قبيلته، وبيقرر يرتاح شوية علشان يقدر يكمل طريقه، فبيلاقي نور يتشكل في السماء، وكان مقتنع إن النور ده بيرشده لطريق قبيلته وإن دي أرواح أجداده بتساعده، لكن لما بيجي علشان يكمل طريقه بيلاقي ألفة مش قادر يتحرك، فبيقعد جنبه وبيقول له إنهم مشوا مشوار طويل مع بعض، وإنه مش هيسيبه مهما حصل، وبيشيله وبيكمل طريقه اللي بيكون أصعب وأصعب على كايدة، لحد ما أخيراً بيوصل للقبيلة بتاعته. تاو ما كانش مصدق ان كايدة لسه عايش، وكان فرحان جدا برجوعه، حتى مامته ما صدقتش عينيها لما شافته مرة تانية، فبيطلب كايدة من تاو انه يساعد ألفا وينقذه، وبيتضح ان ألفا كانت انثى وكانت طول الطريق حامل، وده كان وقت الولادة، وبتولد ألفا بعد ما عالجوها لانها انقذت كايدة وكانت رفيقة رحلته الصعبة للرجوع لقبيلته، واصبحت ألفا جزء من القبيلة، ومن وقتها اصبحت القبيلة تروض الذئاب وبتعتمد عليها في كل رحلات الصيد. وبكده بينتهي فيلمنا النهاردة. ما تنساش لو مش مشترك في القناة يلا اشترك دلوقتي وفعل الجرس علشان توصلك كل ملخصات HD فيلم.